هو مؤكد ان هو صعب. حبك للموسيقى وحبك للغناء الأوبرالي امتى بدأ وازاي؟ افتكر حبي، في فرق ما بين فعلا حبي للموسيقى وحبي للغناء الاوبرالي. يعني حبي للموسيقى مش قادره افتكر هو بدا امتى، علشان انا افتكر انا اتولدت طول عمري بحب الموسيقى، وطول عمري بحب اسمعها، وطول عمري احب اغني، وطول عمري بحب امثل وارقص. فانا بالنسبه لي الفن والموسيقى طول عمره جزء من حياتي يعني. ولكن الغناء الاوبرالي بدأ من وانا يمكن في المدرسة، عشان كنت في المدرسة الألمانية، وفي المدرسة الألمانية دون حصص موسيقى كلاسيكية، فتعرضت للغنى الأوبرالي والغنى الكلاسيكي من وانا صغيرة، عشان كنت في كورال المدرسة وكنا بنغني كلاسيكي. فيمكن ابتديت أحب الأوبرا أول ما ابتديت أتعلم أكتر عنه، وأول ما ابتديت أجربه في صوتي، أول ما ابتديت أحس إحساس الغنى الأوبرالي عامل إزاي لما أنا بغنيه، وابتديت أسمع أكتر أوبرا، وابتديت أشوف المغنيين الأوبرا القدام وابتدي أسمعهم وابتدي أقدر فعلا الفن ده، لغاية لما أفتكر لما روحت ألمانيا وابتديت بقى أدرسه بجد على مستوى عالي جدا، ابتديت فعلا أجمع هو ده إيه وابتديت أحبه أكتر يعني.